لا 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 تعالى انت شيل من هنا وانا هشيل من هنا. حاضر يا باشا. ها؟ لا استنى عشان ده بلوى هنا، في بلوى. تعال شيل من هنا، تعال شيل من هنا وانا اشيل من هنا. ماشي يا باشا. من عند الوراك وانا اشيل من عند الراس. ها؟ ايوه. بس اسمع، لا استنى استنى. معكش كوريك؟ كوريك؟ اجيب لك ساعتك ولا ايه؟ طب اسمع اسمع. انا اشيل من عند الوراك وانت تشيل من عند الراس. ماشي يا باشا. ماشي؟ ماشي. ماشي. استنى بس استنى. طب اسمع. ما تيجي نشيل بقى ايه من الجناحات احسن. من جناحاتها؟ انت جناح وانا جناح. ربنا يخليك يا باشا. ربنا يخليك. ايه وانا بعزم عليك على الاكل. حاضر يا باشا. يلا حبيبي. يلا. الولاده دي مجنونه يا رأفت. ايوه يا باشا وبتاخد مهزئات. مهزئات؟ ايوه يا باشا سيادتك، يعني بتقعد تهزق فينا على الفاضيه وعلى المليانه. هو ايه اللي حصل يا باشا؟ لا ولا حاجه. بقول لها انا ليا نص البيت ده راحت وقع من طولها. انا باشا مش مصدق نفسي. انا بتكلم مع سيادتك. انا مره شفت لسيادتك حوار في التلفزيون يا باشا. وانت بتحكي عن قصه كفاحك وازاي بدات من الصفر ووصلت بقيت اهم رجل اعمال في مصر. بص بص يا رأفت. ايوه يا باشا. أهم حاجة في رجل الأعمال إنه لما يقع يقدر يقف على رجليه تاني. مهم جدا. يا سلام. عنك أنت أخويا، عنك أنت. أيوه عارف رجل الأعمال لما تجيله فرصة لازم يتبت فيها، يمسك فيها بارد، ما تسيبهاش. ما تسيبهاش أبدا. يا سلام. بص احنا نرجع كل حاجه مطرحها. ها؟ لحد اقول لك حاجه ولا كل حاجه ترجع زي ما كانت لحد اقول لك انت مالك عملت. ها؟ اتفضل اتفضل. كل حاجه ترجع مطرحها. اتفضل. هنسيبها كده تنام بالفستان، مش نلبسها قميص نوم ولا حاجه عشان متهيألي. بلاش يا باشا. بلاش؟ لا متهيألي بلاش. طيب. انا بقول انام هنا احسن عشان الواحد تعب يعني. يا باشا اوضتك موجوده يا باشا. ما يصحش يعني. طيب. طب ما نلبسها قميص نوم، ما يصحش على حد يجي ولا حاجه. ده هي بتحب تنام كده يا باشا. بتحب تنام كده. اتفضل.